نقول أول شيء لله الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سويت بعيد عنك حمام اللي هو في الأرض عندي بالموقف، حمام مترين ونص 3 متر قبل 7 شهور تقريبا، وأجوني قبل 20 يوم تقريبا، أسبوعين ثلاثة، اللي هي تبعون الطبيعة هذول، حطوا لي ورقة يعني إنه أمر هدم. والله بيني وبينك أنا قلت خليهم أمر هدم، مش هدم، ما بديش أهدمه، خليهم هم يهدموا. ما بشوف إلا البوليس، سيارة الشرطة جايتني أول امبارح وشافوني بالأرض فوق، لأبو كله اللي في عندك أمر هدم ولازم تهدم هذا الحمام، فيش نقاش فيه ولازم ينهدم، لا محاكم ولا هذا، خلص جايك أمر بده ينهدم هون. قلت له أعطيني أكم من يوم، أنا مروح من المستشفى مش قادر. قال لي فيش أكم من يوم، بدك تهدمه اليوم، يا بكريات تاني يوم بيجوك قوة والأفضل إلك إنك تهدمه. والله هدمته، جي ناديت على ابن أخوي أنا وياه، واليوم امبارح ما لقيتهم الصبحيات اللي هم جايين قوة مع البلدية والطبيعة، وتفرجوا على الحمام لكوه مهدوم، ومش عارف شو صار لهم، ما لقيتهم الا اجوا على السور ونزلوه على نازل هان، ولفت الجرافة شانسهم انه فيش سيارات على المدخل، دخل وكحف من اول اللي هي الحكوره تبعت الحج عندي الوالد الله يخليه له، سحبوا الشجرات وسحبوا السور وحاول يدخل لجوا جوا، بس الجرافه معه كبيره وقفتين عند الشجره. وشو بدي احكي لك كمان مره، حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى الشجر والحجر ولا حدا سالم منهم. صار عندي هدم قبل تقريبا السنه، كنت مسوي غرفتين مع منافعهم وحمام برضه براني وهدمولي، وجديد بتفاجئ انهم ودوني لي مخالفة بقيمة 34,742، قالوا لي للهدم كلفتني 18,720، وللحراسة 12,066، والمجموع 34,742 شيكل، والحبل على الجرار هيهم هدموا هاي، وانت نشوف شو اخرتها معهم، شو قديش بدها تكلفني هاي.